فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة. يا بلال أنصت لي الناس، هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. أصحاب الحاجات والهموم والأحزان والكروب والأمنيات والأحلام، هنا فين كاين الوقت ديالكم؟ دقوا الباب ودخلوا بذنوبكم وبأخطائكم وزلاتكم وذلكم، فمن يدري. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على عرفة والفضل ديالها والخيرات ديالها وشنو تبقى فيها للمسلمين إذا اجتهدوا. هذه الحلقة لمن المفروض أنها خصها تكون البارح، ولكن ما لحقش باش أنني ننزلها لظروف خاصة، ولكن صممت باش أنني ضروري نشرها باش أي واحد اجتهد وصام في هذا اليوم العظيم يعرف شنو هو مقامه عند مولانا. غادي نوعدكم باللي في هذه الحلقة غادي تعرفوا باللي أنه سهل أننا ندخل الجنة، وأيضا كان وعدكم أو لكان وعد أي شخص ما لحقش يصوم هذا النهار غيتمنى ويجي العام الجاي باش يدرك هذا اليوم إن شاء الله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. كبدايه مبروك عواشركم، وباش تعرفوا بلي انكم راكم عزاز اليوم حنا عندنا العيد. شي باش لابسه جلابه، واخا هكاك قلت ضروري انني نطلع عليكم. فالله يدخل عليكم بالصحيحه والسلامه وكل الخير، والله يدخلني عليكم بكل الخير وبكل الربح ان شاء الله. فما نطولش عليكم اكثر وخليوني انني نقول لكم الله يفتح قلوبنا وقلوبكم باش نذوقوا شنو غادي نشارككم الليله على هذا اليوم العظيم اللي هو عرفة، واللي هو من أهم يوم في حياتك أو بالأحرى أهم سويعات في حياتنا. لنبدأ. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حبيبنا ومعلمنا وشفيعنا بلأنه مولانا كينزل سماء الدنيا كل ليلة لما تبقى ثلث الليل الأخير، وتيقول جل علاه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيوم عرفة هو اليوم الذي يعتق فيه الله عز وجل الرقابة من النار. فاليوم العظيم كينزل مولانا خصيصا للدنيا باش يغفر الذنوب ويعتق الرقاب ويرحم العباد وينشر رحمته في الأرض. فهذا النهار ربي كيعتق بزاف ديال الناس اللي الله يجعلنا منهم. وعرفتي شنو هي عتق؟ معناها أنه ما غاديش يخليك تذنب، يعني يخلي العبد من بعد يوم عرفة يوفقه باش أنه يبقى مشغول غير بالطاعات حتى يموت، ما يعصيش، وإذا جاب الله حاول باش أنه يعصي ما غاديش يقدر. علاش؟ ببساطة حيت ربي كتب عليه العتق. فيا رب اجعلنا من الذين اعتقتهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، وتيقول للأهل السماء: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاجين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عقابي، فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار يوم عرفة. هاد اليوم هو يوم عظيم وعامر بالرحمة ديال مولانا، يوم بعامين ديال الأجر والمغفرة والبركة. كيكفر فيها مولانا برحمته والكرم ديالو بصيام هاد النهار ذنوب عام قبل وذنوب عام المقبل. فالصيام ديال هاد النهار تيكفر سنتين، السنة اللي قبل والسنة اللي من بعد. هاد اليوم اللي كيباهي مولانا فيه الملائكة وهو الملأ الأعلى بعباده القادمين من كل غج عظيم. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. فهذا اليوم هو يوم إجابة الدعاء، أو بالأحرى يوم أفضل للدعاء. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أفضل دعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا النهار العظيم كاع العباد كيرفعوا يديهم بالدعاء لمولانا، كيترجوا الرحمة ديالو ومغفرته، وكيترجوا منه العتق من النيران وكتابتهم في الأبرار مع الأخيار. فالله يجعلنا منه. نزيدكم، هذا اليوم قسم به مولانا أكثر من مرة، فهو اليوم المشهود في قوله تبارك وتعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة. أيضا هو الوتر اللي قسم به مولانا في قوله: والشفع والوتر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. فهذا النهار مولانا تيستقبل زوار بيته في بيت الله الحرام عند الكعبة، وفي التاسع من ذي الحجة كيوقفوا الحجاج بعرفة
وركن من أركان الحج من لا يقف بعرفة. الحج عرفة، وفيه ينظر الملائكة بالسماء للحجاج وكيقول لهم مولانا انظروا إلى عباد هؤلاء، انظروا إلى طاعتهم وتحملهم التعب والمشاق في سبيلي، جاءوني شعثا غبرا. والشعث هنا بحال زعما مشكك من عدم غسل الرأس كما هو عادة المحرمين، والغبار معناها من التصق الغبار بالعظام دياله. يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو يروني؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف قاعدا، ويجي واحد الرجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فذكر حديثا فيه وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا سعثا يرجون رحمتي ومغفرتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل وكعدد القطر وكزبد البحر لغفرتها. الله الله، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعت له. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقف بعرفات وكادت الشمس أنها تغيب، قال عليه الصلاة والسلام يا بلال أنصت لي الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأوا الناس كيتصنتوا، فقال عليه الصلاة والسلام معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال أن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاص؟ قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، أهم سويعات في حياتنا للدعوة فيها مستجابة، أصحاب الحاجات والهموم والأحزان والكروب والأمنيات والأحلام، هنا فين كاين الوقت ديالكم؟ حاولوا ديروا واحد لاليست ديال الدعاء وأنكم ترددوا هذاك النهار من الفجر للمغرب، حيتاش فيها الدعوة لا ترد. وعندكم تخليوا الشيطان يدخلكم من هذا الباب يوسوس لكم بلي راك غارق في الذنوب وراك كتوب وكترجع وبلي ما فيك حتى فايدة. لا، مهما بلغ ذنوبك عنان السماء وكيف ما كانت الذنوب ديالك وشحال ما كنتي بعيد على طريق مولانا بأي سبب وحتى من غير سبب، فما تخليوش الشيطان يدخلكم من هذا الباب. راه باب ربي مفتوح وباب التوبة مفتوح، دقوا الباب ودخلوا بذنوبكم وبأخطائكم وزلاتكم وذلكم، دخلوا وديروا بلي ما غاديش تخرجوا من هذا الباب حتى يرضى عليك رب العباد. على بالكم بلي أنه هذا النهار هو اللي تصنع القدر، يعني بيدك يمكن لك أنك تبدل واش بغيتي الجنة ولا النار. سلف صالح والصحابة تيقولوا بلي أنه ندخر الدعوات ديالنا اليوم عرفة، تيقولوا حيتاش عارفين وعندنا يقين بلي فيه الدعوة مستجابة. أكثر يوم فيه مولانا كيعتق الرقاب هو يوم عرفة، فكيف قلت لكم في الأول مولانا سبحانه وتعالى كينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ولكن يوم عرفة مولانا في سماء الدنيا من الفجر باش يسمع شكوى المظلوم، باش يستجب اللي عنده أمنية ويحققها ليه، واللي عنده هم وغم، اللي مريض وقلبه مكسور. سويعات إذا استغليناهم بالطريقة الصحيحة غادي تغير المجرى ديال حياتنا كلها. تخيلوا حتى إذا تكتبنا أننا نكون من الأشقياء يمكن تمسح وتكتب لنا أننا نكون من السعداء، فمن يدري؟ الدعاء يرد القدر، آيه الدعاء يرد القدر، وغادي تصنع قدرك سعيد لراسك، وغادي تكون أو لا تكوني سبب أنك غيرتي حالك وغير بالدعاء مع قلب فيه يقين بأنه ربي غادي يستجب لك. مولانا كينزل سماء الدنيا كل ليلة طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله، ولكن نهار عرفة كينزل بالنهار، وهذا هو اليوم الوحيد اللي تنزل فيه بالنهار. كبروا وهللوا بقلوبكم، وما تنسوش بلي أنه أي واحد كبر كيكبر معاه كل شيء حتى من الكائنات والجمادات، ولكن ما تنسمعوش التسبيح ديالهم. هذا اليوم هو فرصة باش أننا نطهروا الأنفس ديالنا. وكان واحد فكرة واحدة أخرى، حيث أنا كنعرف بلي أنه بزاف ديال الأمهات كيتابعوني، فباش أننا نكبروا في وليداتنا في حادث زوينة في هذا العالم ديال الفتن. مثلا أبسط مثال، الصباح اللي غادي يصبح فيه يوم عرفة غادي نوجد الوليدات ديالي وغادي نقول لهم وجدوا راسكم مع الفجر، غادي نفيقوا مجموعين نتوضاو ونصليو ونذكروا
تروح حتى للشروق. شرح لهم علاش وقول لهم لانه ربي راه كينزل سماء الدنيا وكيلبي طلبات الجميع. ونبقى نسول كل واحد انت شنو الامنيه ديالك، انت شنو بغيتي مستقبلا، وكل واحد يقيد شنو بغا. وحتى اللي ما كيعرفش يكتب نشد ورقه وستيلو ونبدا نقيد ليه شنو اللي بغا. ودوك الوليدات كيفرحوا وكتربى فيهم عادات ونفحات ربانيه. ففاش فيقوا مع الفجر وتصليوا وتذكروا جلسوا مع بعضياتكم وبقاي تدعي لهم بصوت عالي، يا ربي استجب لولدي فلان هادشي اللي بغا، وبنتي فلانه هادشي اللي بغات. وعلميهم باللي انهم يدعيو للدنيا وحتى الاخره. واخا يقول لك يا ربي بغيت بسكليت قول ليه يا ربي عطي بسكليت، باش هما كيكبروا بفطره اخلاقيه ديال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. حاجه واحده اخرى بالنسبه للاناث اللي كيتعذر عليهم انهم يصوموا في هذا اليوم المبارك، فالصدقه كاينه والذكر كاين والصلاه والدعاء. وسمعت باللي انه كيكون عندك اجر نتاع هذيك النيه ديال عرفه واجر ديك الصدقه وداك الذكر الى ما اخره. بغيت نقول لكم واحد النقطه، الصدقه وشحال ما كان فيها، حيت يقول لك باللي انه الصدقات تطفئ غضب الرب. فلنتصدق، خليوا هذا النهار يكون بدايه عهد وانطلاقه جديده مع مولانا. راه مولانا طيب ورحيم ودود، فما تخليوش شي حد انه يئسكم من رحمه مولانا او اللي يئسكم من مولانا عامه. فنحاولوا نخليوا بعضياتنا في رحاب الله. واخيرا، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام المغفور لهم، ولا تحرمنا من زياره نبيك وحبيبك المصطفى. اللهم اكتب لنا عرفات العام المقبل، واجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه هي حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. وعلى ما اظن غدا غادي يكون عندكم العيد، فغادي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، حفظكم الله ورعاكم، ونتلاقاو في حلقه جد قريبه. سلام سلام.